اسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. سعيده اشوفكم وانتم حرانين كده جمال، يعني حرانين مش حرانين. طب نقعد ساعتين، نقعد ساعتين بقى في الوعظه يعني. بين ان بكره ان شاء الله بنعمه ربنا عيد للاباء الرسل، فانا حابب اجيب سيره واحد، يعني بنحتفل كتير ببطرس وبولس، لكن من الاباء الرسل المعتبرين في الكنيسه يوحنا. يوحنا من الاباء الرسل العظماء اللي في الكنيسه اللي الله ائتمنه هو وحده على ام العذراء، ما اداش العذراء لحد غير ليوحنا. قال له يا يوحنا هو ذا امك. فبما انه وصله للمرحله دي اكيد يوحنا الرسول عنده مكانة كبيرة إنه يحتفظ بأمنا العذراء ويكون هو واخد منها شوية حاجات، لدرجة كتب حاجات ما قالهاش حد غير يوحنا. عشان كده إنجيله فريد بسبب معاينته وأوعاده كتير مع أمنا العذراء. أنا النهاردة بنعمة ربنا هتكلم عن القديس يوحنا في سفر الرؤيا، واخد بس يدوبك آية في رؤيا 1:9. تعرفوا ان سفر الرؤيا هو سفر مغلق عند كثيرين، يعني ما حدش بيحب يقراه. وكنيسه لما بتحطه يوم سبت النور في ليله ابو غلامسيس، وكانها فتحت السماء، لان دي الوسيله. السماء تتفتح لما الابن يعلق على خشبه ويتم الخلاص. فكنيسه بتقول ان السماء اتفتحت، السماء اتفتحت، والسماء كانت مغلقة حتى في وجه القديسين والأبرار، فالسماء اتفتحت. عشان كده القديس يوحنا يقول رأيت السماوات مفتوحة، يقول كنت في الروح في يوم الرب، وأخذوا الملاك وزوروا أماكن كثيرة. لكن لأنها مكتوبة بما يسمى فن الكتابة الرؤووي، رؤووي جاي من رؤيا، فكتير ما بيفهموش، محتاج يفهم شوية عن الأدب الرؤووي اللي في العهد القديم عشان يفهم العهد الجديد. كما تعلمون أنه المسيح إلهنا يقول كده، قال أنه الروح القدس يخبركم بأمور آتية. متى تمت هذه الآية؟ يقول لك في سفر رؤيا يخبركم بأمور آتية. يقول اكتب ما رأيت وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، يعني حاجة هتتم. اكتب ما رأيت وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. فما الروح القدس اتسجل عنه أنه يخبركم بأمور آتية، يقينا يقصد به كمان سفر الرؤيا. سفر الرؤيا بقول سفر شوية صعب، لأنه أدب رؤووي مكتوب بشكل رؤى، والرؤى ملهاش معنى غير ما يسمى بأدب القرينة، بمعنى إن حضرتك بتشوف النص ده هو إيه اللي مشابه ليه في العهد القديم والعهد الجديد، وتحاول بمعونة ربنا تصل إلى الفهم الصحيح للنص. يوحنا ما كتبش اسمه في الإنجيل، بس عجب بقى تشوفوها في سفر رؤيا يكتب اسمه. في الإنجيل كتب 5 مرات في إنجيل يوحنا، وهو إنجيل غالي جدا، يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب اسمه إيه اللي كان يسوع يقول من اللي كتبت؟ التلميذ الذي 5 مرات يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يرد بقى 5 مرات في سفر رؤيا يقول أنا يوحنا. في إنجيل يوحنا يقول إيه؟ التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وفي سفر رؤيا يقول ايه؟ انا يوحنا. وده يؤكد يا احبه ما يسمى قانونيه السفر. السفر مكتوب لانه كاتبه من ضمن الاثباتات كاتبه شهد انه هو الذي كتبه. ففي اول ايه في سفر رؤيا يقول اعلان يسوع المسيح
الذي أعطاه إياها الله ليري عبيده ما لابد أن يكون، بيّنه مرسلاً بيد ملاك إلى عبده يوحنا. وبعدين يقول أنا يوحنا، إلى عبده يوحنا بيقول أنا يوحنا. يقول كده بقى الآية اللي موضوع عشان نتكلم عن القديس يوحنا اللاهوتي، يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. يقول أنا يوحنا أخوكم، أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيق. لما ربنا يفتح على حد وربنا يدي الفلوس وهناك تحذير في سفر التثنية بيقول إياك تكسر الثروة بتاعتك فيحصل لك كبرياء قلب. فالناس لما تكبر فلوسها أول حاجة تتكبر. كان قبلا، أنا شفت وأنا بخدم في شرم الشيخ قعدت 15 سنة، شفت ناس عفوا جايين بشباشب اليوم هما بهوات، بس لما بتعامل مع الناس بتعامل ايه؟ بكبرياء، بعظمة. فبيوحنا بيقول مش أنا رئيسكم، أنا ايه؟ أنا يوحنا ايه؟ أخوكم، أنا يوحنا أخوكم. وهذا هو ترقية للمسيحيين جميعا، أن المسيح إلهنا دعي أخا بين إخوة أو بكرا بين إخوة كثيرين. يقول في سفر العبرانيين لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك مين؟ إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبح. وكأنه بيقول المسيح إلهنا اللي خد صورة جسد يقول أنت أخويا. طبعا إحنا ما في التعليم الأرثوذكسي ما أقدرش أقول يسوع المسيح ده أخويا، لكن دي آية في الكتاب، لأن ده نوع من الكبرياء اللي تسلل للقلب. لكن المسيح نفسه هو بيقول، هو اللي بيقول، يقول من أجل هذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر أخبر باسمك إخوتي. إخوتي بكل نبوة عن المسيح في رسالة عبرانيين. فأحب يبان الكبرياء إمتى؟ لما يبقى عندك صلاحيات وفلوس وشوية سلطات. عشان كده لو أنت عندك واحدة بتخدم في البيت إحنا بنقيس الكبرياء بتاعك، تعامليها إيه؟ تقول عنها إيه؟ تقول دي أختي. تعرف تقولي كده؟ تعرف تقول لواحد البواب والبتاع ده أنت أخويا؟ أو يوحنا بجلالة قدر يقول أنا يوحنا إيه؟ أخوكم، أنا يوحنا أخوكم، أنا يوحنا أخوكم. عشان كده ربما الأخ في الكتاب المقدس ربنا عمل له وظيفة جميلة جدا. أتمنى ما يكونش في خصام بيننا وبين إخوتنا، بين إخوتنا اللي في البيت بالقرابة ولا اللي في الكنيسة، روحيين إخوتنا الروحيين. خدام دول اسمهم إخوة، أنت في البيت عندك إخوات. فيقول كده آية حكيم سليمان، سليمان ما كانش عنده إخوات، لكن إخوات من أمهات تانية ما عندوش، لأن أمه خلفت الطفل غلط ومات الطفل. فجي سليمان ابن مين؟ واحدة اسمها إيه؟ بتشبع. فما عندوش إخوات، فجي في يوم من الأيام هو كتب، قال الصديق يحب في كل وقت. الشخص البار تملي محبته دايما. الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. أما الأخ ربنا جعله من أجل الشدة. أتخيل الآتي، إن اتنين إخوات متخصمين وبعدين واحد منهم دخل الاسم، فقالوا للأخ التاني أخوك في الاسم، فراح هما متخصمين، بس حيته لما يسمع كده يعمل إيه؟ يروح للاسم. أما الأخ فللشدة إيه؟ يولد. ده وقتك. يا للعار على المسيحيين لما الإخوات يتقدموا في المحاكم، يا للعار. وده بسبب إيه؟ شوية فلوس زائلة ستترك أموالك عن قريب لكن ما تخسرش أخوك.
حتى لو أخوك طماع هنعمل إيه؟ ما هو فكره كده طماع، نعمل إيه؟ فيوحنا يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم، بكمل يقول وشريككم في الضيقة. أذكركم كنت في كنيسة المقر فقلت مسابقة، كان حاضر قدامي يمكن 400 واحد في الكنيستين بتوع مقر أنبابشر، قلت لهم في 100 شبه بين المسيح إلهنا وبين يوسف الصديق البار اللي في العهد القديم اللي مصح في تكوين 37 ل 50 باستثناء تكوين 38 يتحدث عن يهوذا، لكن تقريبا 12 13 إصحاح يتحدثوا عن يوسف. فقلت لهم في 100 شبه بين المسيح إلهنا ويوسف الصديق ده، فيش غير واحدة بس. بعد شهرين ثلاثة جت المكتب قالت لي أنا حليت المسابقة، هات الفلوس، هات الفلوس. ما الفلوس غالبا هي اللي بتأثر في الناس، بس حتى ما تأثروش يعني، مش هديكوا فلوس أنا. يوسف ده هو بقول فيه 100 شبه. يقول الكتاب عنه أنه عرف إخوته بنفسه، زي المسيح ما قال أنا هو إيجو إيمي. يقول فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ اخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء. أصل هم يعني دوبوا مشاعره. وأرجو أنك لما تقرأ تكوين 45 هتلاقي واحد اسمه يهوذا بترافع، عمل مرافعة محاماة كأنه في القضاء، ويوسف هو اللي بيحكم. دوب قلب يوسف لدرجة قال له أنت عايز تاخد بنيامين؟ لا المرة دي مش هندهولك، خدني أنا بس ما تاخدش أخوي. قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له عشان أبونا ده شيخ كبير ولو سمع كده يموت. قال له يعني في باله بقى أنت تغيرت يعني، أما أنتوا سلمتوني يعني ما كنتش هاممكم؟ قال لا ما هو تغير. فبقول لهم بقى يهوذا بيقول ليوسف كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي؟ أروح إزاي لأبويا والغلام مش معايا؟ كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي؟ بنيامين لازم أخده معايا، مش هينفع. وترافع مرفع دوبت، دي الحادثة بتاعت النص اللي أنا بقراه، الحادثة دي. يقول فأطلق صوته بالبكاء، ده اسمه الرجل الثاني في الدولة، فأطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوتي أنا يوسف أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته تقدموا إلي، فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم، أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. ده بيتعامل مع مين؟ إخواته دول قطع طريق، إخواته دول بيسرقوا، إخواته دول بيكذبوا، إخواته دول بيسرقوا، إخواته دول بيعملوا أعمال مشينة. رأوبين عمل مشين رهيب، يهوذا عمل أكتر منه، بس يقول لهم أنا يوسف أخوكم. أرجوكم بطلوا كبرياء. دي تتكلم معايا أنا؟ وأنت مين يعني؟ تطلعي مين؟ واسمك إيه يعني؟ شغالة إيه؟ وأنت شغال إيه؟ وعن قريب ستوضع في قبر ولا يسمع عنك. لكن يوحنا يقول أنا يوحنا أخوكم، أنا يوحنا أخوكم، ويقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. لو قلنا إن الناس عندهم ضيقات، هقول لكم سر كده في الكتاب. الكتاب يقول من ضيق تلك الأيام، في حاجة اسمها ضيق تلك الأيام، كأنه في certain time كده موجود في زمن معين اسمه زمن الضيق، ويسميها في العهد القديم ضيقة يعقوب.
في زمن اسمه دي، واحنا نشكر الله ان احنا اللي بنعاين الزمن ده، يعني احنا المحظوظين احنا بنعاين الزمن بتاع دي. انتم مش مبسوطين انا عارف، بس احنا يعني احنا اللي بنعاين الزمن ده، احنا اللي شايفينه، كلنا شايفينه بنعيشه، عشان صدق كلام المسيح من 2000 سنة يقول للناس يخشى عليهم من انتظار ما سيكون. في ناس هتموت لوحدها من غير ما حد يموتها. فيوحنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيق، انا مش مع في الضيقه. انا اوعى تفتكر المسيحيين ربنا حطهم في كبسولات وحفظوا من الضيقه، لا بالعكس، نحن نتألم كباقي العالم الذي يتألم. خلي بالك احنا بنتألم، ساعات في الإلحاد يقول لك يعني الناس اللي بيموتوا بدري اللي عندهم أمراض، ويقعد يفتوا في شوية كلام. يا عزيزي ده في تقرير من الكتاب المقدس في رسالة روميا يقول لأن الخليقة كلها ايه؟ تئن. خليقة كلها تئن وتتمخض، مش دي عندها آلام رهيبة لأنها في زمن الضيق. خليقة إن ليه بيعمل كده ربنا؟ عشان خلاص أصل قرب المشهد يقفل. تملي أنتوا تسمعوا عظات لو بتتابعوني، أنا أقول إن إحنا في أيام إيه؟ برافو عليك أنت مركزة حافظة، هي اللي بتقول يعني، بتقول أيام سودة. فبيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيق، أنا كمان، بيقول أنا كمان عايش الضيقة. وهتفتكر إن أنا بمعزل عن الضيقة، اللي بكلمكم ده أكتر واحد متضايق في الدنيا، بس شكرا لله لأنه لم يسلمنا إلى الموت. اللي بيوصل ليا في مكتبي طول النهار ولا شيء مفرح مطلقا إلى اليوم، أهو داخل في 8 سنين ولا خبر مفرح، كلها مصايب من التقيلة، عارفين مزغمدة لما تصعيد يقولوا عندك انت حاجة واحدة، انا عندي بقى بكتير. فيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم، انا كمان شريك ليك. اوعى تفتكر ان انا مستبعد عن الالم، انا واحد عايش عشتك. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة. مش عايز اعقدكم، لكن اديكم واحد من الاباء الرسل احتفل بيه بكرة، قديس بولس. في يوم من الأيام حصل للرسول ضيقة وصلته، ركز معايا بقى، لليأس. هنعمل انترفيو دلوقتي مع الرسول، نعمل له ميتنج على الهوا، نقول له ينفع أن في رسول عظيم يبقى يوصل لليأس؟ يوصل لليأس دي حاجة صعبة جدا، ما سمعناش ان في رسول عظيم شاف السماء الثالثة وصل للياس. طب اسمع، بيقول فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في آسيا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. ايه رأيكم في النص؟ تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. ايه رأيك ما تسمع الكلام ده تتفاجئ؟ ايه ده الرسول بيقول انا وصلت؟ المفسرين تعبوا في التفسير، قالوا اني موقف الرسول، فكتير منهم راحوا في اعمال 19 وقال لما المدينة كلها في افسس قامت عليه بتوع هيكل ارتميس ويقول اختطفوه من المشهد، كان كل المدينة على واحد. خلي بالك لما تدخل شارع ولا حارة وتلاقي كلهم تلافين حواليك، ده بتقول ايه؟ انا خلاص موت. تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. فما يجي واحد يقول يا جماعة انا تعبان جدا، انا عندي مشاكل، اقول له ربنا سامح بشوية حاجات على قد ايه؟ على طاقتك. الرسول بيقول ايه؟ فوق الطاقة. تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. بيكمل بيقول لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت
يعني هو قال في نفسه ان انا ميت ميت. ساعات كده دكاتره دلوقتي خدوا الموضه دي من بره، وبعدين يجي مريض عندهم وبعدين يبقوا بيقلدوا الناس بتوع امريكا، يقول لك يا عم انت ناس لك 5 شهور وتروح، انت عندك مش عارف ايه، انت عندك ايه. فالست عيني تتخض وتروح، وخلاص الدنيا ضلمت في عينيها. فالرسول بيقول كان في انفسنا حكم الموت، قول خلاص هنوصل للموت. احكي لكم حكايه فاني شويه. كان معايا رهب طبيب دكتور وهو راهب، فكان في واحده عندها كانسر، او راجل عفوا، راجل عنده كانسر، واحنا نزور البيت والست قالت لي على زوروه، فهو طبيب بقى وانا جاي، قلت له انت تهديهم كده وتقول لهم كلام كويس. فمسك الاشعه والتقارير، فقال لها يا ست انت ناقص له 3 شهور ويموت. فانا بصيت له بحلق له، احنا جايين نهدي الناس ولا جينا؟ فقال لي وانا اكذب عليها ليه؟ ده قدامي يا عم، طب وطي صوتك. يعني ينفع انه انا بقى طبيب واصلا وشايف التقارير بتقول كده؟ فالست سمعت كده وصوتت، قلت له مش هجيبك معايا مشوار تاني ابدا. والراجل بالفعل مات بعد 3 شهور، بس انا بتكلم على كان في انفسنا حكم الموت، قالوا خلاص هنموت. يقول لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، والذي أيضا سينجي، نجانا ينجي سينجي. أما بيقول لي أنا أخوك، أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيق. الضيقة بقى اللي كان فيها قديس يوحنا، كان في واحد مستقصده اسمه دوميتيان. دوميتيان ده كان عامل نفسه انه ما حصلش، كان عنده نرجسيه رهيبه، كان يسمي نفسه الرب الاله العزيز. سمع عن القديس يوحنا انه ببشر، خده وحطه في الجزيره اللي هي تعتبر قريبه من اليونان، جزيره باطموس. الجزيره دي عباره عن زلط، الحراره فيها جامده جدا، وهم كعبيد هناك بتحطوا يتقفل عليهم ويتسيج عليهم، الجزيرة تنفع تتحاوط بالعساكر وهم موجودين محدش يهرب، واللي يهرب يموت لأن الجزيرة عالية شوية. وصوت البحر بقى بما إنه عالية، خلي بالك ما يقولوا ده، المية تروح خبطة في الجزيرة، فصوت مزعج. ما يناولش حد منكم جرب يبيت في أبو تلات على البحر، أنا جربت تلاقي مش بتنام، طبقة الموجة على الموجة تلاقي نفسك مش بتنام. هو نفسه حصل له انزعاج لدرجة يقول رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. الحمد لله ما راح في السماء قال ما فيش بحر، يعني من اللي حصل. يقول لا يقع عليهم شيء من الحر، أصل الجزيرة مليانة حر. فده واحد رايح يعملوا ايه؟ قديس يوحنا رايحين يعملوا ايه؟ وهو شيخ كبير مش بيرحبوا بيه، اشتغل بالكرباج اشتغل. واللي منكم هيزور الجزيره دي، هي مازال فيها المغاره اللي اتفتح قدامه سيف الرؤيا امامه وراح السماء ورجع في المكان ده. فيوحنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه، ويكمل يقول وملكوت المسيح وصبره. بيقول النص وفي ملكوت يسوع المسيح وصبري، أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. في حاجة اسمها صبر المسيح، شريك صبر المسيح، دي كلمة جميلة، كلمة جميلة. هل المسيح إلهنا من لما خد صورة جسد كان من الناس الصبورين اللي يستحملوا يدوا وقت، ولا عنده سرعة وحكم سريع؟ احنا في زمن الناس ما عندهاش اي ذرة صبر،
ده كل ده بسبب التكنولوجيا. يعني حضرتك زمان عشان تغسلي غسيل انت محتاجة كم ساعة لما ينشف، دلوقتي بتكة. حضرتك هتطلع الدور السادس من غير أسانسير، هتاخديه في قد ايه؟ دلوقتي بتكة. عايزة حاجة بتعملي عليها سيرش، مش هتدوري على ده، بتكة، كله بتك. فالناس خلاص اليوم الناس ما عندهاش صبر خالص. عشان كده الرسول بولس يقول لنا في رسالة العبرانيين تحتاجون إلى الصبر. أنتوا محتاج شوية صبر، عندك نقص صبر، بس عايز يعلمك حاجة ما يسمى صبر المسيح. يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبري. أنا شريك في الصبر بتاع المسيح. لو ربنا يدينا شوية صبر. واحدة طلبت مننا ان احنا نفتح لها ملف، فتحنا لها ملف تصوت وتشتكي في، حتى كتبت على الميديا. فقلت ابونا افتح لها ملف تشوف النهاية ايه. وفي الملف بعدت تقول وكلام رايح جاي لغاية ما وصلت ان هي خدت تصريح زواج. خلاص جيالي تقول لي انا متأسفة انا شتمتك وكلمت عليك، بس انا عايز ارجع لجوزي. قلت لها اهلا وسهلا، كان يجب ان يحصل لها ايه؟ ها؟ تحتاجون الى الصبر. فبيقول انا شريك في صبر المسيح، نوع من الصبر، عنده شويه الام بس بصبر. وكانه لو حللنا لك روحيا حضرتك وحضرتك انت محتاج شويه صبر. يقول عنها الكتاب المقدس في رساله العبرانيين صح 12، يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه. في سرور موضوع أمامه اللي نسميه الإيمان. أنت بالإيمان، بالإيمان ترى ما لا يرى. بالإيمان لما تصبر بتشوف حاجات جميلة بالإيمان، بس محتاج صبر. يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. أي حد مننا عنده صلاحيات ولا رتب ولا غيره، وبعدين في حد بضايقه على طول راح اتصل بالتليفون، طب وإيه رأيك في الإله اللي قال له أنا ممكن أقول لأبي يبعت لي كام جيش؟ اثني عشر جيش وملاك واحد في ليلة واحدة يقتل 185 ألف واحد من جيوش ملك سنحاريم. قال لا، بس هو من أجل السرور الموضوع أمامه. في سرور، عارفين تملي أنا في دي أقول إيه؟ عارفين ضمن السرور طبعا المسيح، لأنه الله الظهر في جسد كان يرى كل المسيحيين وهو معلق على الصليب. يقول من أجل السرور الموضوع أمامه. القعدة دي الكنيسة دي كان المسيح شايفه، شايف كل المسيحيين. طب وتعمل ايه؟ يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومه لنفسه مثل هذا لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. وكانه انت محتاج انك تصبر. اللي رب عياله صح، اللي رب عياله صح منكم انتوا كأمهات وأباء، اللي رب عياله صح اللي صبر عليهم. مش في المراقة هم كانوا حلوين ولادكم في المراقة؟ طلعوا عينيكوا صح؟ وانت كمان كنت في المراقة حدث ولا حرج، بس الأهل صبروا، قال معلش هو سن شوية ملخبط والوقت يمر والسنين تعدي ويتظبط وبكره يبقى حلو. لما تيجي البنت تقول بابا مش قابلني عشان انا في سن مراهقه ومش فاهمني، بابا مش بيحضني، تحتاجون الى الصبر. عشان كده يوحنا يقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. انك محتاج انك تصبر. لدرجه بولس الرسول يقول والرب يهدي قلوبكم
إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. اتعلم دي في رسالة تسالونيك الثانية، اتعلم ما يسمى، يقول كده الرب يهدي قلوبكم إيه؟ إلى محبة الآب وإلى صبر المسيح. تتعلم أنك تصبر منين؟ من المسيح اللي صبر. في يوم الجمعة العظيمة بنقول كده صبر على آلام الصليب، صبر على آلام الصليب، صبر واستحمل وفوت. ودي طبعا بقول لان احنا في زمن في تكنولوجيا، التكنولوجيا دي شالت الصبر من الناس. ارجو المسيحيين مره اخرى يعودوا يتعلموا ما هو الصبر. عاملين مركز لتعليم الولاد والقدام وكل يعني في المنتزه، من ضمنها عاملين حاجة يسموها استرس كامب. استرس كامب ده بناخد العيال الولاد والبنات في إعدادي ونشغلهم 12-13 ساعة في مخيم أو في معسكر أو في مؤتمر، بحيث الواد والبنت يبقوا خلاص هيفطس. ده اسمه استرس. اعمل انت الأكل، وضب انت حالك، ما تعمليش كده، ما تعملش كده، عندك دراسات كتيره، ستريس ستريس ستريس. عارفين بعد ما بيخرصوا العيال دول 3-4 ايام بيتغيروا جامد، يروحوا في البيت يعمل الاكل مع ماما، يبوس ايد بابا، اصل اتحط تحت ستريس. تحب احطكم تحت ستريس؟ احطكم كامب كده كلكم تروحوا؟ يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبري. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس. طب رحت ليه الجزيرة دي؟ بتعمل يعني فسحة؟ أحلى مكان في الدنيا أنك تروح جزيرة. قدنا أنا عشان اتربيت في القاهرة فعندنا كذا جزيرة في القاهرة. أحسن مكان تبقى متحوط بالمية، ده منظر جميل رائع. يعني اللي يحب يسكن يسكن، مرات يقول أنا عايز أعيش في جزيرة. بس الجزيرة اللي كان عايشها فيها القديس يوحنا ما كانتش للمتعة والفسحة، لكنها كانت جزيرة شاف فيها ضيقات. ولكي يعوضه الرب في هذا المكان الصعب قال له إيه رأيك؟ ما ناخدك كل شوية كده سياح، يعني أخدك كده في حتة وطيرك في حتة، إيه رأيك؟ ويقينا خدوها مني يعني من قلبي، إن أي حد بتحط تحت ضغط رهيب هو مش سبب فيه، مش سبب، أنا مش سبب. ضغط رهيب، الله يعمل المعادلة، يعمل معادلة إيه؟ أصل في حاجة طبت جامد، فربنا يروح حاطط حاجة تاني توزن الكف. في حاجة بتعمل استرس رهيب جدا جدا جدا، الله قدامه يحط تعزيه، بس ساعات في عيون بعيد عنك مقفولة. والمقفولة ده يسميه كتاب لا تتزمروا كما تزمر أولئك. فتعلم، اتعلم، قل يا رب أنا من اليوم أنا هتحدث بلغة يوحنا. أنا يوحنا، أقول على نفسي أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس، يقول من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. أنت رايح الجزيرة ليه؟ قال مش بتفسح، لكن من أجل كلمة الله. يعني إيه من أجل كلمة الله؟ يعني لما القديس يوحنا عرض عليه دوميتيان قال له أنا يعني هطلق سراحك، بس بشرط واحد بس، إنك تقف قدام التماثيل والأوثان وتبخر لي، وفي اللحظة دي سيطلق سراح. قال له لا ولا غيرك أشطر، هات آخر ما عندك. قال له أنت مش عارف بتكلم مين؟ قال له آه بعارف بكلم مين. عشان كده القديس يوحنا لما وقف قدام دومتيان قال له طب ده أنا هوريك، أنت ليه مش عايز تبخر للأوثان؟ قال له أصل إحنا عندنا آية بتقول للرب إلهك وحده إيه؟ تسجد وإياه تعبد. إحنا ما عندناش غير ده. قول حضرتك زي ما انت عايز، هات اخر ما عندك من اجل كلمة الله. انت موجود في جزيرة ليه؟ يقول نفذت الوصية. هو اللي بينفذ الوصية جه على دماغه،
لما يجي موظف كده يقول اما انا بقيت امين، كنت قبل كده مش امين، اما بقيت امين بقيت الناس بتضغط عليا، اما كنت بعيد كنت عايش احسن، لما بقيت امين صرت عدو لابناء الظلمه فما سكتوش. اما بقيتي امينه الناس اتضايقت منك لان الشيطان بيحركه. عشان كده يقول من أجل كلمة الله، أنا موجود في الجزيرة من أجل كلمة ربنا، بنفذ وصايا المسيح، يقول من أجل شهادة يسوع المسيح. هناك في هذه الأونة بعض الناس بيتهكموا على الإيمان المسيحي، ليس لعلم عندهم لكن مكايدة في المسيحيين، مش عن علم، يا ريت الشخص ده عالم من العلماء، لكنه في أتفه المعلومات هو ضعيف للغاية وما أكثرهم. فبتقول له أنت هنا في الجزيرة ليه؟ من أجل شهادة ليسوع المسيح. يسوع المسيح يطلع مين يا قديس يوحنا؟ يقول كده، من يؤمن بالابن له حياة، ومن لم يؤمن بالابن ليست له حياة بل يمكس عليه غضب الله. من أجل الشهادة يطلع مين يسوع المسيح؟ يقول كده إنه من يحب الوالد يحب المولود منه. بتحب قد إيه؟ ده يقول محبة، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاد الله. نحن نعلم أنه متى أظهر، قديس يوحنا بيقول سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. قال إيه ده كل ده؟ قال عشان أنا بشهد ليسوع المسيح، أنا عندي الشهادة دي، بشهد له. أرجو لما حد يسألك يطلع مين يسوع المسيح؟ قلت لكم كلام ده قبل كده، الله الظاهر في الجسد، وتقليل الكلام ده مش لصالحك. المسيح هو الله الظاهر في الجسد. بدون هذا الإيمان اللي كان عايز يهده أريوس كان ربما المسيحية انتهت، لكن ده بيسموه أساس راسخ، الصخرة التي بني عليها كل الإيمان، يلي المسيح قال لبطرس وعلى هذه الصخرة. إيه الصخرة دي؟ يقول له كده الشهادة جت من فوق، من يقول الناس عن ابن الإنسان من هو؟ قال له ايه؟ انت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له طباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما، لا يستطيع اللحم والدم ان يشهد عن المسيح، لكن يقول كده ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات. فما يجي حد يسالك بملء الفم يطلع مين؟ اصل ساعات نقول كلام زي ما الناس بيقولوا على المسيح أي كلام، فإحنا ممكن مجاملة، هذا هو الإيمان المسيح الصرف الذي بني عليه كل المبادئ المسيحية، لدرجة أن الكنيسة وقفت واحد واعظ مشهور مؤلف موسيقى وأشعار وقالت له أنت بره الكنيسة، أنت محروم من الكنيسة بسبب هذا الإيمان الفاسد. فبيقول انت، بنقول له انت فين؟ انت في الجزيره دي ليه؟ يقول من اجل شهاده يسوع المسيح. بما ان بكره تعيدوا عيد الرسل، في نص خاص في سفر اعمال الساعه 5 هقراه واختم خلاص، انتوا يعني انا طولت عليكم معلش. ثم جاء واحد واخبرهم قائلا، يكلم رؤساء الدين في ايام الاباء الرسل، هو ذا الرجال الذين وضعتهم في السجن، هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب، حطوا الرسل في السجن، الملاك جه خرجهم حطهم في الهيكل، شالهم كده حطهم كده. ودي سهلة لأن دي حصل مع بطرس لما اتفتحت أبواب السجن. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم، لا بعنف، خافوا منهم مثل كانوا حاطينهم في الحبس لهم في الهيكل، فقال لك ما حدش يقرب منهم، ده عليهم بتوع ربنا. فأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا، الشعب كتير اللي آمن بالمسيح.
فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ احنا قلنا اسم يسوع ده ما يجيش على بؤكم. أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بيكمل بقى يقول: هذا رفعه الله بيميني رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. نحن شهود، خلي بالك من العبارة دي، نحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذي يطيعونه. بيقول له إحنا بنشهد عنه، إحنا لا نخاف من ذكر اسم المسيح بلقبه الإلهي. الذي يخاف من هذا الاسم واحد بس، واحد بس يخاف من هذا الاسم، وأتباع هذا الواحد إبليس الكتاب قال عنه وجنوده هم دول أتباعه. يعني اسم يسوع كده لما بطرس الرسول أقام المقعد يقول: نظر مؤملا أن يأخذ منهما شيئا، من بطرس ويوحنا، تفرس فيهما. قال له: يا عم أنت، بطرس قال عن نفسه يوحنا كان معاه فلوس، يوحنا كان من عائلة الغنية. فبطرس بس ليس لي، ما قالش ليس لنا، قال ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح، اعمل إيه؟ قم. يقول: فقام وتشددت يداه ورجلاه وكعباه وابتدأ يثب ويركض ويسبح الله. ده باسم مين؟ باسم يسوع. عشان كده لما نقول للقديس يوحنا انتهينا في الجزيرة ليه؟ يقول: من أجل الشهادة ليسوع المسيح. خلي عندكم كرامة، شوف كلمة صعبة ازاي، خلي عندكم كرامة وافتخروا ولا تخافوا. خلي عندك كرامة، قول اللي أنا بتبعه مش خايفة إن أنا أعلن اسمه. ده الخوف ده معناها إن قلة قيمة لحضرتك، إن الشخص اللي بتبعه ما بيعرفش يعمل لك حاجة، مش قادر حتى يحميك، ده حتى إن وصل إلى الموت هذا فخر. لم يترك المسيح استفانوس الشهيد الأول، لم يتركه، بل عمل إيه؟ فتح له السماء وبص على السماء وأرى يسوع المسيح قائما عن يمين العظمة في الأعالي. خلي قلبك جامد. انت في الجزيرة ليه؟ بيقول لك من أجل الشهادة ليسوع المسيح ولربنا المجد في كنيستنا. مين اللي